هنا في مدينة شقلاوة أو كما تسمى بعروسة كردستان العراق، نقش عيال زايد أروع أنواع العطاء من خلال هذا المستشفى الذي تم تمويله مراعي مبادرة أطلقها عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في خطوة تبرز تلاحم شعب الإمارات وتسابقهم نحو الخير والعمل الإنساني. أشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وهلال الأحمر الإماراتي والأخوة من التواصل الاجتماعي الذين ساهموا بتبرعاتهم لهذا المشروع، نشكر هم كل جزيل الشكر ونقيم هذه الشعور الإنساني الكبير. المبادرة أتت من قبل رواد السوشيال ميديا في دولة الإمارات جزاهم الله خير، ومن خلال كذلك المتبرعين والمساهمين اللي تفاعلوا مع مثل هذه المبادرة، وطبعا الهلال الأحمر طبعا بتوجيهات قيادتنا الله يحفظهم بدعم الشباب وتوجهات الشباب فيما يخص الجوانب اللي ترفع اسم الإمارات، تبنت هذه الفكرة اللي بيستفيد منها عدد كبير من المرضى في منطقة شقلاوة في أربيع العراق. بحضور رفيع المستوى تم قص شريط الافتتاح إذانا بتدشين مستشفى عيال زايد الذي سيكون له دور مهم في تعزيز الخدمات الصحية للنازحين واللاجئين في المخيمات المجاورة والسكان المحليين في كردستان العراق. وبها تضرب المبادرة المجتمعية لرواد التواصل الاجتماعي الصورة الحقيقية للاستخدام الأمثل لمثل هذه المواقع الاجتماعية. أنا صراحة تغمرني السعادة، شعوري لا يوصف. اليوم من أقل من 4 شهور كنا نخطط لمثل هذا العمل الإنساني مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. أتحولنا الفرصة، مجموعة من الشباب على السوشيال ميديا بقوا يسوون خير في شهر الخير. تم الإعداد لهذه المبادرة بشكل سريع، وتم الحمد لله جمع التبرعات بزمن يعني قياسي. ومثل ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، كلمة إحنا عيال زايد لازم تنقال في الوقت الصح والمكان الصح، واليوم أثبتوا رواد السوشيال ميديا استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي بالطريقة السليمة واللي تشجع المتابعين وتشجع باقي أعضاء المجتمع بعمل الخير الإنساني. المستشفى سيخدم 50,000 نازح في منطقة شقلاوة، ويضم عيادات للحوامل والأطفال والأسنان وغرف للتنويم المؤقت للرجال والنساء، إضافة إلى المختبر وقسم الأشعة ومكاتب الإدارة، كما سيوفر الخدمات الطبية التي يحتاجها النازحون في ظروفهم الراهنة. نعم، هكذا هم عيال زايد يواصلون مسيرة العطاء على النهج الذي رسمه لنا أبونا زايد. بهمة وعزيمة عيال زايد، ها هو مستشفى عيال زايد يرى النور بعد أن كان مجرد فكرة. راود رواد التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، فهو هدية من شعب الإمارات للشعب العراقي العريق. رائد الشايب من منطقة شقلاوة في أربيل العراق.